مايكروسوفت اضافوا ميزه جديده راح تغير اللعبه الى الابد. في تحديث 1.20 تقدر تصنع الدرع الخاص بك مثل ما تحب باستخدام 16 قطعه اللي تلقاهم في معابد حول العالم. حتى نظام صناعه الدروع تغير كليا. وفي هذا الفيديو راح اوريكم كل هذه الاشياء واكثر. راح نتحدث اول شيء عن الطريقه الجديده لصناعه الدروع النظرات واللي لازم نعرفها ان عندها علاقه بالدروع الجديده. الطريقه القديمه لتحويل دروع دامد لدروع نظرات هي انك تجيب دروع دامد وتحطهم في سميثك تيبل مع حبه نظرات. لكن بعد تحديث 1.20 راح يكون الامر مختلف. الحين لازم القطعة اسمها النظرات أبغريد اللي تحطها مع النظرات ودرع الدامج اللي تبغى تحوله وراح يصير درع النظرات. وهذه القطعة تلقاها في صناديق معاقل بيجلينز في النذر ونسبة العثور عليها قليلة. قطعة واحدة منها راح تحولك درع أو أداة مرة واحدة، لكنك تقدر تنسخ قطعة أخرى بحبة نظرات وسبعة دامج وراح تعطيك واحدة أخرى. يعني عشان تجيب دروع أدوة نظرات كاملة راح تحتاج 63 حبة دامج. والمطورين خلوا الحصول على دور النظرات مرة صعب لهذه الأسباب. أول شيء قالوا عشان يخلوا اللاعبين يقضوا وقت أطول بدروع الدامج قبل ما يحولوا دروع النظرات. ثاني شيء عشان يخلوا الحصول على دور النظرات إنجاز مرة كبير أنك تعبت للحصول عليهم. ثالث شيء عشان يخلوا تحويل دروع النظرات مثل نظام جديد اسمه تيبل واللي تقدر بها الحين تصمم شكل الدروع الخاص بك مثل ما تحب. الحين يمديك تحط اشكال بمختلف الالوان في الدرع الخاص بك عن طريق قطع اسمهم تريمك تيبليت وعددهم هو 16 وكل قطعة عندها شكل خاص بها وتلقاها في مكان مختلف. وراح اتحدث عن كل هذه القطع من وين تقدر تجيبها وراح اخلي افضل واندر وحدة الاخيرة. تقدر تلون هذه الاشكال باستخدام اورات في 10 الوان مختلفة. تقدر تحطها على كل الدروع في اللعبة حتى اخذت السلحفات ودروع الجلد. وراح نبدا باول قطع اللي تلقاها في مبنى جديد راح نضاف في هذا التحديث وما تلقاهم في صناديق. لازم لك تستخرجهم من الرمل باستخدام فرشات. وراح اسوي فيديو اتحدث فيه عن كل هذه الاشياء الجديدة اللي اضافوها. فاشترك بالقناة وفعل الجرس. وهذه صفائح هي 4 اسمها واي فاندر وهذا هو شكلها ريزر شاربر وهوست. وهذه هي اشكالها مع بعض مثل ما تشوفون على دروع النظرات بلون الجولد. تقدر تضعف هذه الصفائح مثل قطعة النظرات ابجريد لكن باستخدام بلوكة غير النظرات. وهذه القطعة تضعف باستخدام التريكوتا. الصفيحة الخامسة اسمها سنتري اللي تلقاها في مقارة بيرجز بنسبة 20% تضعف باستخدام الكابلستون. الصفيحة السادسة اسمها دون واللي تلقاها في صناديق معبد الصحراء بنسبة 11% وتضعف باستخدام السنتستون. الصفيحة السابعة اسمها كوست اللي تلقاها في صناديق السفن المحطمة بنسبة 11% وتضعف باستخدام الكابلستون. الصفيحة الثامنة اسمها وايلد اللي تلقاها في صناديق معبد الأدغال بنسبة 20% تضعف باستخدام الموسى كابلستون. الصفيحة التاسعة اسمها تايد اللي تلقاها في معبد الماء واللي يطيحها لك إلدر جارديان بعد ما تقتلها بنسبة 20% تضعف بالبريزمارين. الصفيحة العاشرة اسمها وورد اللي تلقاها في صناديق الأنشين سيتي بنسبة 5% تضعف باستخدام الكابل ديب سليت. الصفيحة الحادية عشر اسمها فيكس هو نفس اسم الوحوش اللي يستدعيها الإيفوكر وتلقاها في الودلد مانشن بنسبة 5% تضعف بالكابلستون. الصفيحة الاثنى عشر اسمها ريب اللي تلقاها في صناديق قلعة النذر بنسبة 5% واللي تضعف بالنذر راك. الصفيحة الثالثة عشر اسمها سناوت اللي تلقاها في صناديق بشر ريمننت أو معقل البيجلينز بنسبة 3% تضعف بالبلاك ستون. الصفيحة الرابعة عشر اسمها آي اللي تلقاها في صناديق سترونج هولد بنسبة 5% تضعف بالأند ستون. الصفيحة الخامسة عشر اسمها سباير اللي تلقاها في صناديق قلعة الأند بنسبة 5% تضعف بالبيربل ستون. الصفيحة السادسة عشر والأخيرة والأفضل والأندر اسمها سايلنس تخاف الايشن سيتي بنسبة 1%. والان راح نتحدث عن الالوان. في 10 الوان تقدر تستخدمها مثل ما ذكرنا من قبل. عشان تحصل اللون الابيض لازم لك كورز واللون الاحمر لازم لك ريد ستون والازرق الغامق لابس لازولي وبنفسجي اماثايست والاخضر ايميرالد والاسود الفاتح نظرات والذهبي ذهب والنحاسي نحاس والفضي حديد ازرق الفاتح دايموند. وهذه بعض الملاحظات اللي مهم انكم تعرفوها. اذا حطيت رسومات ذهب على دروعك بيجلينز راح يهاجموك. يعني لازم لك دروع ذهبيه مثل قبل عشان تحمي نفسك. ما راح يخلوك حتى لو كان عندك رسومات ذهبيه في دروعك. والدروع اللي عليها رسومات ما راح تغير قوتها. يعني هذا مجرد تغيير شكلي. ما راح يضيف او ينقص من الدرع اي شيء. يعني هذا الدرع يساوي هذا الدرع. واذا حطيت مؤشر فأرة في الدروع الملونه راح يعطيك تفاصيل عليها مثل اسم صفيحه الرسومات واللون. وشكل الايقونه في الدروع ما يتغير اذا غيرت صفائح مثل ما تشوفون. على عكس شكله هنا في سميثك تيبل. لكن اذا غيرت اللون راح تغير في الايقونه. يمديك تشوف هنا ايضا كيف راح يكون شكل الدرع قبل ما تصنعه. اعطينا ارائك عن هذا التحديث في التعليقات. واذا حاب تعرف 30 معلومه مستحيل تعرفها عن حيوانات في ماينكرافت لازم تشوف هذا المقطع واشترك بالقناه وخلي لايك للفيديو.